السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بيكم مرة تانية في قناتي قناة موني ستايل. وحشتوني جدا، ويا رب يهون علينا الأيام والغربة والابتلاءات اللي احنا فيها. لو انت أول مرة تشوفيني، أنا موني منال سليمان، عندي براند وعندي قناة يوتيوب بعمل فيها ريفيوهات وفلوجات وحاجات كتير قوي. أتمنى بس تدعميني وتدوسي على أيوه السبسكرايب، يعني كلمة اشتراك، وكمان جنبها على الجرس هتدوسي عليها عشان يوصلك نوتيفيكيشن أو إشعار بكل جديد بنزله. ويا ريت بعد ما يخلص الفيديو تروحي على الانستجرام تعملي لي فولو، وكمان على صفحة الفيسبوك هتلاقيهم هنا دلوقتي موجودين، تكتبي جدي او تدوسي على الديسكريبشن بوكس اللي هو صندوق الوصف، هتلاقي فيه الفيسبوك وهتلاقي كمان فيه الانستجرام، هتدوسي عليه هتلاقي نفسك على طول على صفحة هنا وهنا. تشرفيني على الفيسبوك وعلى كل السوشيال ميديا، ويلا بينا عشان بلغي كتير على فيديو النهاردة والبديل الارخص. يلا بينا. الفترة الجاية اعمل لكم بدائل ارخص، يعني انا عندي حاجات هاي اند، مش عايزة اتكلم بس عن الهاي اند لوحده، بحاول اجيب لكم بديل علشان اللي ما يقدرش يشتري الهاي اند ياخد بديله من الدراج ستور او حاجة اقل منها، بحيث بنفس الجودة وتقضي نفس الوظيفة النهاردة هتكلم عن فاونديشن في متناول كل البنات، وهو بديل ارخص لهاي اند مشهور جدا جدا، وهو ماك. الاول انتوا عارفين طبعا ماك من البراندات الممتازة، او بنات صغيرة في الجامعة مصروفها قليل ما تقدرش تشتري من البراندات دي وما تشتريش هاي كوبي. هقولها للمرة المليون، ما تشتريش هاي كوبي وتقولي انا عندي ماك. اتأكدي كويس اللي اشتريتيه اورجينال، لان في ناس كتير على صفحات فيسبوك وتقولك ده اورجينال ويطلع في الاخر هاي كوبي. طبعا بيستخدموا شكل الازازة بالظبط، نفس الكلام اللي عليها ونفس الشكل، لكن بتكون هاي كوبي. ابعدي عن الهاي كوبي وخدي حاجة تكون بديل ليها وارخص وتقضي او بتأدي نفس الوظيفة ونفس الشكل ونفس الجودة. وعلشان كده جايبه لكم النهاردة بديل الارخص لماك، وهو ايسنس. ايسنس يا منال، ايوه، هتشوفوا بنفسكم وبعينيكم وبالتطبيق قدامكم ان الاثنين زي بعض. ده باتنين دينار، يعني 100 جنيه، معرفش في مصر هيكون بكام. ده اهو بالظبط باتنين دينار، دينار 950، اقل من 2 دينار، يعني 100 جنيه. وده اعتقد انا كنت جايباه، بس كان في عرض كنت جايباه ب 8، قبل العرض يمكن 13 او 14، يعني فوق ال 700 او 800 جنيه، نقول 800 او 850 جنيه، وده ب 100 جنيه. تعال نشوف التطبيق ونشوف الفرق، وهل هم فعلا هل ايسنس بديل لده؟ بس خلي بالك النوع ده ايسنس اللي هو انستا بيرفكت، انستا بيرفكت ايسنس. بيقول ان هو سترونج مات افكت، هو مش مات خالص، ووتر بروف وبيلدبل كفرج، يعني بتحطي كذا طبقه، بيلدبل يعني بيتبني فوق بعض علشان تعملي مور كفرج له. طيب ده زي ما اتفقنا اول مقارنه او اول بديل. انا مش عايزه اقول مقارنه بين الاثنين لان هما مش مقارنه، لان الاثنين شكل بعض، لكن البديل الارخص يمكن ارجح. هو درجات الايسنس للاسف مش بتلاقوه كل الدرجات على ستاندات في مصر، او في حتى في الكويت مش بتلاقي نفس الدرجات. هو من 10 اعتقد لحد 80، يعني 8 الوان. المتاح دايما بيكون 10 30 60 80، يعني في حاجات بتبقى واقعه دايما في الستاند، لكن انا جبت الوسط بتاعهم اللي هو 60، درجته مشابهه لدرجتي ان سي 25، وده الدرجه اللي انا جبته 60، قريبين شويه من بعض، بس 60 عندي يمكن على اصفر مغمق شويه، ان سي 25 عليا فاتح سنتين، لكن هما الاثنين بيأكسدوا شويتين، يعني بيغمقوا شويه. فلو حبيتي تجيبي ماك، وطبعا ما انصحكيش، خلينا في الرخيص، هاتي درجة افتح شوية من درجتك لانه بيأكسد شويتين. كالعادة طبعا دايما لازم اما افصل الفيديو انسى الميكروفون والصوت يبقى عالي وواطي، فسامحوني لو الجزء الاولاني من الفيديو كان الصوت واطي، وان شاء الله دلوقتي يتصلح. نتكلم بقى على نوع البشره اللي تستعمل النوع ده. اولا ماك، النوع طبعا في انواع كتير من ماك، في اللي هو سوديو فيكس، وفي برولونجد وير، وفي اللي هو المينرالايز. انا بتكلم على النوع البديل لايسنس اللي هو ماك مينرالايز موتشر اس بي اف 15 فاونديشن. هنا ايسنس ما فيهوش اس بي اف، فاعتقد 15 اس بي اف او مش
ما فيهوش اس بي اف اعتقد مش هتفرق كتير، لان ال 15 دي مش حمايه خالص، كلام فاضي يعني. يبقى اول حاجه سعر 2 دينار 100 جنيه 800 جنيه. الوانه هنا 8 الوان، هنا اكتر من 8 الوان، هنا مكترين اكتر في الالوان الغامقه بتاعه السمر قوي اللي هم درجات السودانيين او الافارقه. الكميه بتاعه ايسنس 30 ملي وبتاعه ماك 30 ملي. هنا بيقول لي شيك ويل وهنا بيقول لي شيك ويل، يعني نرج كويس. هنا الابليكيتور بتاعه هنا يمكن محكم شويه اللي هي الحركه دي اهي. هنا الابليكيتور بتاعه بس عامل زي الدروب لكن محكم مش سيء، هيمشي حاله. هنضف بس بشرتي كويس. في حاجة جديدة بستعملها اليومين دول وان شاء الله هعمل لكم عنها ريفيو حلو قوي، هو كلينيك المرطب الجديد اللي بستعمله، كنت جايبة منه الحجم الصغير. كلينيك سيرج اللي هو اصلا مكوناته كلها مية اهو من جوه، فعجبني جدا وهقول لكم ده بديل ايه، انتظروا الفيديو بتاعه. بديل كريم رخيص ومتواجد في كل مكان. كنت مصممة استعمل حاجة من كلينيك لان ناس كتير سألوني على كلينيك وما قدرتش اجاوب بصراحة. ده عجبني جدا، وكلينيك فيه كذا حاجة جبت منه كذا نوع، بس خلينا في النوع ده دلوقتي. للأمانة الفاونديشن اللي انا هحطه مش محتاج قوي ترطيب لانه هو اوريدي فيه اويل، خلي بالكو فيه نسبة ترطيب شوية. ده بيرفكت ايسنس، هحط كده الدروبس ونشوفها هتبقى بس شكلها ايه على الايد، ونحط من ماك هنشوف كده هتنزل ازاي. شوفوا اهي، شايفين خفيف وبينزل، شايفين طبعا في جزء من الميه شويه سائل شويه، ده ايسنس. ناخد ماك بقى، هناخد برضو نفس الدروبس، ادي واحده الثانيه، تعال نشوف كده هيعمل ايه. شوفوا الاثنين نفس الشيء، يا رب يكون واضح على الكاميرا اهو، ده ايسنس وده ماك، نفس اللزوجه بالظبط، طبعا مع فرق الدرجه، انا هنا جايباه شويه غامق وماك عندي فاتح. سيبكم من الالوان لكن شوفوا اللزوجه. هعمل بس خط كده يقسم علشان بعد كده لما نيجي نشيله نحط هنا ايسنس وهنحط هنا ماك. هنرج ايسنس كويس، انا حطيت 2 دروب، الدرجه بتاعته 60، ويلا نوزع. انا ما حطيتش برايمر، رطبت بس بشرتي. نروح الناحيه الثانيه ونحط ماك 2 دروب برضو. وده ماك. شوفوا رغم فرق اللون كان على ايدي ازاي، لكن شوفوا الدرجه على وشي نفس الشيء. ان سي 25 هنا 60. في هنا مطفي شويه، هنا في لمعه، يعني ايسنس هينفع للبشره الدهنيه والجافه والمختلطه، ماك هنا اكتر للبشره الجافه والمختلطه، لكن الدهنيه ما اعتقدش هينفع، في لمعه خفيفه. التغطيه، تغطيه هنا نفس التغطيه هنا، بس هقول للامانه تغطيه ايسنس اعلى من ماك، يمكن لو حطينا طبقتين من ماك يؤدي نفس الدرجه او نفس التغطيه هنا. هشيل الخط ونكمل الريفيو. شايفين اللونين لما شلت الخط عملوا ازاي؟ تحسوا ان هما الاثنين حاجه واحده. قولوا لي لو شايفين فرق بين الاثنين، هستنى كومنتاتكم. انتوا عارفيني صدري رحب جدا بالكومنتات، واحب اتناقش جدا مع المتابعين بتوعي، لان في مصداقيه في الكلام والحاجه كلها قدامكم. 200 جنيه 100 جنيه 800 جنيه، تغطيه خفيفه تغطيه خفيفه،
هنا تنفع تبيلدبل، ممكن احط طبقتين وثلاثه عشان اعلي الكفرج، هنا اعلي الكفرج. هو قال ان هنا مات، بس هو مش مات، انتوا لو شايفين في لمعه خفيفه هنا، لمعته اكتر يعني، هنا اللمعه اكتر. لو انت بشرتك جافه هينفع لها، لانه مش المات اللي انشف، مش المات التقيل، مش الكيكي اللي ضايق، ولا بشرتك دهنيه هيبقى المات بتاعه حلو يدي نضاره، وخصوصا لو في الشتاء. لو انت بشرتك دهنيه هتستعملي ايسنس انستا بيرفكت في الشتاء، هيبقى حلو جدا، لان عاده حتى لو بشرتك دهنيه في الشتاء بتنشف حبتين، لكن مع ايسنس هيبقى بيرفكت للبشره الدهنيه. البشره الجافه هيبقى حلو جدا ليها في الخريف، في الربيع، في الصيف هتحتاجي ولو يعني هترطبيها شويه باي مرطب عندك. اللون الدرجات الاكسده، اللون الدرجات الاكسده، الدرجات الاثنين قريبين من بعض، بس بتتعبي شويه في ايسنس عبال ما تلاقي الدرجه المناسبه. للامانه ايسنس لكل البشرات و ماك ينفع لكل البشرات، لكن الدهنيه ما انصحكيش بيه. انا مش بديكي مقارنه، بس انا بديكي بديل مليون في الميه بالجوده، بالتغطيه، بكل حاجه، وبمية جنيه بس. تقدري دلوقتي تحطي ايسنس وانت رافعه راسك وتقولي انا حاطه ماك موسترايز او مينيرالايز. مينيرالايز دي اللي هي بتبقى فيها المينيرز، اللي فيها ميه، فيها اويل، فيها شويه ترطيب، فحلو للبشره الجافه المختلطه الى جافه، والمختلطة الى دهنية بس في الشتاء، لكن في الصيف استبعديه. ايسنس انستا بيرفكت هو ماك مينيراليزد. الحاجة التانية تستعملي الاثنين يوميا، مش هيضروا البشرة، خفيف قوي على البشرة مش تقيل. هتستعمليه كل يوم انصحك مفيش مشكلة، انا بتكلم على ايسنس او ماك. لو انت حابة تشتري ماك براحتك، عايزة تشتري حاجة ب 800 جنيه وفي حاجة قصادها ب 100 جنيه طبعا انت حره، تقولي لا براند بقى وانا عروسه ولازم التسريحه بتاعتي تبقى عليها براندز، اوكي. بس لو انت متاكده انك هتشتري ماك اوريجينال ب 800 جنيه ما تروحيش تشتري هاي كوبي ماك. انصحك لو هتشتري هاي كوبي ماك من النوع اللي انا بقول لك عليه اللي هو المينيرالايز او المينيرالز ده، هتشتري انستا بيرفكت ايسنس اخر فاونديشن نزل من ايسنس ب 100 جنيه، احسن لك كتير من انك تشتري هاي كوبي. وده كان فيديو النهارده، البديل الارخص لفاونديشن ماك مينيرالز هو ايسنس انستا بيرفكت، انصحك انك تاخديه. لو مش هو بس بديل، هتستعمليه يومي للجامعه، للشغل، تغطيته حلوه، تغطيه خفيفه. لو عندك بورز او مسامات انصحك انك تستعملي قبله برايمر، لو ما عندكيش برايمر حطي عليه شويه لوس باودر خفيف، علشان بس هو مع الوقت شويه بيدخل في المسامات او بيدخل في الخطوط لو عندك خطوط. لو بشرتك صافيه جدا ما انصحكيش ولا باللوس باودر، بالبرايمر تقدري تحطيه وتنزلي بيه كانك حاطه بي بي وسي سي في الاثنين، سواء ده او ده هتستعملي سان بلوك ضروري. احنا داخلين على الصيف، عايزه تثبتي بفيكس بلس او بسبراي مثبت مفيش اي مانع، هيفضل معاكي وقت اطول. تثبيته او اللونج بتاعه طول اليوم بيقعد لحد 8 ساعات. يا رب فيديو النهارده يكون عجبك، وسلسله المقارنات او البديل الارخص لو عجبك اكتبي لي تحت في الكومنت انك مبسوطه جدا من الفيديوهات دي، ولو عايزه منها اكتر برده قولي لي، ولو عايزه حاجه تانية برده قولي لي. بحبكم قوي، وما تنسيش اخر الفيديو تعملي لايك، وكمان تروحي تعملي شير لكل اصحابك عشان يجيبوا حاجه رخيصه تعجبهم ويقدروا يستفادوا منها، وكمان تعملي لي اشتراك لو لسه ما اشتركتيش، وتروحي على الفيسبوك والانستجرام بتوعي اهم موجودين، ايوه هم دول، دوسي عليهم وروحي اعملي لي فولو ولايك هناك، مستنياكي هناك. بحبك قوي واشوفك على خير، باي باي.